عندما كنت في أول سن البلوغ صمت شهر رمضان والحمد لله، وفي يوم من أيام ذلك الشهر الكريم أفطرت. كنت أعمل في المنزل فاشتد بي العطش فشربت عندما رأيت الماء ناسية، فأخبرتني إحدى أخواتي وقالت إنك صائمة فلم أمسك، وقلت قد فسد صومي فلم أواصل، رغم أن أختي أخبرتني أنه لا شيء علي لأني ناسية، لكني لم أصدقها لأنه ليس لديها معلومات كافية عن الصيام. وحيث لا أعلم الآن هل صمت ذلك اليوم أم لا، فسؤالي هل علي شيء لجهلي بهذا، وبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ نعم، هو الحكم كما ذكرت لك أختك أنك لما ذكرت أنك صائمة وجب عليك الإمساك عن شرب الماء، ولا يضرك ما شربتيه ناسية، لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أما مسألة الاستمرار في الشرب بعد التذكير تظنين أن صومك قد فسد، فهذا غلط. وعلى كل حال الواجب عليك قضاء هذا اليوم، الواجب عليك قضاء هذا اليوم، وإذا كان من رمضان متقدم على رمضان الماضي وجب مع القضاء إطعام مسكين كفارة عن التأخير. نعم.